السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك حبيبتي فيديو جديد بغرفة فن وحياة. النهاردة إن شاء الله هنعمل معانا وحدة سهلة جدا، تنفع تعمل المفرش كارديجان أو شال أو مفرش سفرة أو مفرش سرير، تنفع بخيط قطن أو بخيط أكريليك، ده بخيط إليزا كوتون جولد وده بخيط هيمالايا بينو، تنفع بأي خيط متاح عندك والإبرة المناسبة ليه. هستخدم خيط باريس فتلة إليزا كوتون جولد أو هستخدم هيمالايا بينو فتلة حلوة مش بتوبر، تمام، او اي خيط متاح عندك سواء رفيع تخين. استخدم ابره رقم 3.5 مليمتر. هعمل حلقه كده كاني هربطها عادي خالص، والفها كده وادخل الابره واسحب واعمل سلسله، هعمل حشو واحد اتنين سلسله، دول بدل اول عمود وبعدين سلسله بدل فراغ، هاخد لفه وادخل جوه الحلقه، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين، لفه واخرج من حلقتين، سلسله لفه وادخل، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين، لفه واخرج من حلقتين، سلسله و الفتله دي كده معاكي عشان تختفي، واعمل عمود شالت 12 عمود بين كل عمود وعمود سلسله. عملت السلسله هنا اهو، وهشبك في 1 2 3 سلسله من تحت بغرزة منزلقة، هشد الخيط ده كويس علشان اقفل الدايرة، وهعمل منزلقة جوه الفراغ ده، هعمل واحد اتنين سلسلة واخد لفة وادخل في نفس الفراغ، واخد لفة لفة واخرج من حلقتين، معايا حلقتين على الابرة، هاخد لفة واطلع من الاتنين سوا، واحد اتنين تلاتة سلسلة، هاخد لفة وادخل جوه الفراغ، لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين، وسيب التالتة على الابرة، لفه وادخل جوه نفس الفراغ، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين، لفه واطلع من ثلاث حلقات كلهم سوا، ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته، جوه الفراغ ده نفسه هعمل عمود واقفله قفله واحده، لفه واعمل عمود واقفله قفله واحده، لفه واطلع من ثلاث حلقات وبعدين ثلاث سلاسل وهكذا. السطر هدخل هنا في التجمع بتاع العمودين دول وادخل واقفل بغرزه منزلقه، هدخل واعمل منزلقه جوه الفراغ، هعمل واحد اتنين سلسلة واخد لفة وادخل هنا اهو، واخد لفة لفة واخرج من حلقتين، واخد لفة واطلع منهم كلهم سوا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سلسلة، لفة وهدخل في الفراغ اللي بعده، اخد لفة عمود واقفله قفلة واحدة، عمود واقفله قفلة واحدة، لفة واطلع من التلات حلقات، واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هنا هعمل مجموعة تانية، عمود واقفله قفلة واحدة، عمود واقفله قفلة واحدة، لفة واطلع من تلات حلقات، واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هنا هعمل مجموعة جديدة، واحد اتنين واقفل سبع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، لفة وادخل في الحلقة اللي بعديها واقفل عمود واقفل قفلة واحدة، عمود واقفل قفلة واحدة، لفة واطلع من التلات حلقات كلهم سوا، وارجع تاني اربع سلاسل، واعمل مجموعة هنا، عمود واقفل قفلة واحدة، عمود واقفل قفلة واحدة، لفة واطلع من التلات حلقات اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وعمود واقفل قفلة واحدة، عمود واقفل قفلة واحدة، لفة واطلع هنا، وبعدين ارجع اعمل سبعة تاني، يبقى عملت سبع سلسلة، أربعة أربعة سبعة أربعة أربعة سبعة أربعة. ده شكلها سبع سلاسل، أربع سلاسل، أربعة سبعة أربعة، وآخر واحدة هتبقى أربعة. هنقفل في التجمع هنا ده بغرزة منزلقة، هنعمل منزلقة جوه الفراغ، ونعمل سلسلة حشو اتنين سلسلة بدل أول عمود، وبعد كده هعمل اربع اعمده جنبيها، واحد اتنين تلاته اربع، اربع سلاسل، واحد اتنين تلاته اربع، خمس سلاسل اعمده في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاته اربعه خمسة
ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. في الفراغ ده هعمل حشو، خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حشو في الفراغ اللي جنبيه تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، جوه الفراغ ده خمس اعمدة، اربع سلاسل خمس اعمدة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة، خمس اعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، تلات سلاسل، حشو في الفراغ اللي بعديها خمس سلاسل، حشو في الفراغ اللي بعديها تلات سلاسل، وهكذا. كده اهو تلات سلاسل، وهسبك في اول سلسلة هنا بغرزة مزركة، هدخل هنا اهو واخد لفة واعمل حشو، واحد اتنين سلسلة بدل اول عمود، وادخل فوق اول تاني عمود، واعمل عمود فوق التالت، واعمل عمود فوق الرابع، واعمل عمود فوق الخامس، وهعمل عمود. نجي للفراغ، هعمل تلات اعمدة، اتنين تلاتة اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، تلات اعمدة في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة، وبعدين عمود فوق كل عمود من الخمسة اللي باقيين دول، عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس سلاسل، هسيب الفراغ ده، في الفراغ هنا هعمل حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلاسل، وبعدين هكرر، هعمل عمود فوق كل عمود من الخمسة دول، في الفراغ تلات اعمدة، اربع سلاسل تلات اعمدة، وبعدين عمود فوق كل عمود، خمس سلاسل، حشو في الفراغ ده اللي في النص، وبعد كده خمس سلاسل، وهكذا. ده شكلها. هقفل في اول غرزة هنا بغرزة منزلقة، دي عملت خمس سلسلة قبلها، هدخل هعمل سلسلة وهدخل هنا واخد لفة واعمل حشو، واحد اتنين سلسلة بدل اول عمود، عمود فوق كل عمود من الاعمدة اللي قدامي، في الفراغ تلات اعمدة، اربع سلاسل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، وقبل ما اعمل سلاسل كده عندي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة حداشر عمود، واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة، هعمل هنا تلات اعمدة في نفس الفراغ، وبعدين عمود فوق كل عمود بالاعمدة دي، اخر واحد اهو. تمام، هعمل تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، حشو في الفراغ الاولاني ده خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حشو في الفراغ التاني تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وبعدين هعمل عمود فوق كل عمود من الاعمدة دي، وفي الفراغ تلات اعمدة، اربع سلاسل تلات اعمدة، وبعدين عمود فوق كل عمود في العمدة دي، وبعدين تلات سلاسل حشو، خمس سلاسل حشو، تلات سلاسل، وهكذا. كده الوحدة خلصت، نقدر بقى نعملها شنطة، نعملها شال، نعملها مفرش، نعملها كارديجان، نعملها اي حاجة. شوفوا انتوا عايزين نعملها ايه ونعملها في قولولي في التعليقات. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.